إن بلدنا يعيش حاليا حلما جميلا عليه أن يتخذه شراعا وقارب نجاة يوصله إلى العدوة الأخرى حيث لا تعوي الذئاب ولا تزأر وحوش الشراهة والنهم وحيث تتسع مساحة الأمل في طي صفحات سفر مرير عاشه الشعب الموريتاني توج بتجربة ديمقراطية أو هكذا يسمونها كان حصادها سببا لأزمة مطبقة هددت وجود الدولة من أساسه. اليوم بين اتحاد شباب بكسر الذي أمامكم من أجل التجديد يعلن ويؤكد من جديد دعمه للمرشح محمد بن عبد العزيز. لا يخفى عليكم مدى الأهمية التي تخلى بها مقاطعة الأكسر ليس فقط على المستوى الجهوي بل على المستوى الوطني بشكل عام. ذي العام 1960 عندما نالت بلادنا استقلالها بين قرية الأكسر التي غدت فيما بعد مقاطعة كانت هي أول ما شهد من العاصمة الواقصور، وعلى الرغم من ذلك كان من المفترض أن يدفع الأنظمة السياسية المتعاقبة إلى منح هذه المقاطعة الأهمية التي تستحقها والاهتمام بها وبمشاكلها. بين العكس هو الذي حصل، فقد ظلت هذه المقاطعة منسية من جل إن لم نقل من كل المشاريع التنموية في البلد، وهو الأمر الذي لا يتناسب البت مع أهمية هذه المقاطعة وما تسخر به من موارد بشرية ومادية. وقد ظل أمرها على هذه الحال حتى قيام الحركة التصحيحية التي قادها الجنرال محمد بن عبد العزيز والتي أقل معها أمل جديد للتحسين من أوضاع هذه المقاطعة، خصوصا في ظل توجه البناء الذي قاده والذي يقضي بمعالجة الفورية لمشاكل السكان وعدم التهاون في ذلك. ولا ننسى بطبيعة الحال الالتفاتة الكريمة التي قام بها محمد بن عبد العزيز. Thank you.